بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، أهنئكم بالامتحانات السعيدة، وأهنئكم بالنتيجة بتاعتكم اللي كانت إن شاء الله موفقة، ولكن لو بصيت جواك مش هتلاقيها مرضية. لو بصيت جواك هتلاقي أنت ناقصك تحصيل كتير، والتحصيل الكتير ده علشان إحنا موجودين النهاردة وبنبدأ فيديو جديد لفيديو كورس الإنجليش. كورس الإنجليش بتاعنا اسمه ABC كورس. ABC كورس بيستهدف الاساسيات بتاع الانجليش. كلمه اي بي سي ان انجليش معناها اساسيات، بيستهدف اساسيات الانجليش، وبيبدا من الليترز، من اول حرف الاي. النهارده هعلمك ازاي تشتغل بحرف الاي تفاعلي مع كل الحروف، ومعاك بقى كده لحد ما نوصل للحرف الاخير اللي هو زي او زد. تمام، هنبدا من حرف الاي ونفعله مع كل ال 26 حرف بتاع الانجليش. تمام، الكورس ده يا جماعة احنا عاملينه بناء على خبرة تدريس 20 سنة، والكورس ده بيضرب في قلب المناهج بتاعتك اللي انت درستها واللي انت ما درستهاش. الكورس بيشمل vocabulary مفردات بالاضافة للجرامر. الكورس ده مش هتلاقي زيه على اليوتيوب اطلاقا، لان ده صناعة بدماغي انا من خبرتي انا، يعني وهو متدرس زيه في دول تانية، ولكن نفس الايه الفكر، ولكن مش نفس الماتيريال. نطق هتتعلم، كلمات هتحفظ، تفاعل وحل وقطع هتعمل، يعني انت مش هيبقى ناقصك حاجه خالص. اول الاسبوع هنبدا ناخد الكلمات، بعد كده هنبدا نطبق عليها في قطع، بعد كده نبدا نطبق عليها في دايلوج، بعد كده نبدا نطبق عليها في ترانسليشن، يعني هتبدا تطبق من كذا اتجاه، بحيث ان الكلمة اللي انت درستها معايا سمعتها بس مني في الفيديو اول مرة، سمعت مرتين تلاتة اربعة خمسة، سمعت الكلمات كويس في الفيديو الاول والفيديو التاني، بعد كده هتبص تلاقي نفسك بتشتغل معايا القطع بالكامل بسهولة جدا وباسلوب سلس جدا. فهمت وجهة نظري؟ نبدأ بحرف الـ A. حرف الـ A تمام زي كل الحروف بتاع الانجليش، ليه ساوند صوت وليه نيم. النيم بتاعه حرف الاي المتعارف عليه ده اللي انت هتشوفه عندي فوق هنا، وبعد كده الصوت بتاعه بقى، صوت شورت وصوت لونج. لو جالك حرف الاي لوحده مفيش حرف متحرك تاني ورا منه، يبقى كده هيبقى شورت، زي كلمة مثلا كات، زي كلمة مثلا كان، زي كلمة مثلا بان، ده كده حرف الاي جاي لك لوحده. طيب تعال نحط حرف الاي مع حرف متحرك تاني ورا منه، ونكتب كلمة كده اسمها رين. قول معايا تاني رين. أيوة، عشان الإيه وراها أي. طيب نكتب كلمة تاني معروفة كلنا عارفينها، كيك. كيك، أيوة، علشان جالك حرف الإيه وبعد كده الكي وبعد كده الإيه في الآخر. الإيه في الآخر دي مش هتتنطق، ولكن وظيفتها إن هي هتبين لك حرف الإيه وتقول كيك، ليك، ميد، ساي. حرف الواي ده سيمي فاول، شبه متحرك. الشبه متحرك الواي ده بيتنطق زي الاي، ولما اوصل لحرف الاي هشرح لك ازاي بيتنطق زي الاي. ساي، باي، لي. تمام، ده بالنسبة لحرف الاي، تحط بذهنك كويس جدا ان هو ليه نوت شورت لو جه لوحده، ولونج لو جه بعديه حرف الاي، او لو جه بعديه حرف الواي زي كده، او لو جت الاي في الاخر هيتنطق لونج. حرف الاي كمان هيتفاعل مع الحروف التانية، زي حرف الاي كلمة مع البي، اب، ابسنت. مطلوب منك يا طالب يا محترم تحفظ الكلمات دي، هات كشكولك واكتب الكلمات دي واحفظها علشان هنطبق عليها، يعني انت هتحفظها دلوقتي واحنا هنطبق عليها كمان شوية. absent 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 يعني غائب. about 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 عن about. قول معايا تاني about about يعني عن. actor actor الايه مع السي هننطقها اك. actor actor ممثل. actor اك. accept accept يقبل. طب اشمعنى يا مستر حطيت كلمه accept؟ يا جماعة أنا منقي لك الكلمات الموست يوزد إن لانجوج، المستخدمة أكتر في اللغة، الموضوع مش عشوائي. الكلمة اللي بعدها أتشيف.
achieve يحقق ينجز achieve يحقق أو ينجز achieve achieve. بعد كده الـ A مع الـ D زي كلمة add زي كلمة add add يضيف add. قول معايا تاني add advise 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 ينصح بالاس. طب advice بدل الاس ديت سي يبقى دي نصيحه ولازم تحطهم في دماغك. الكلمتين دول ومشهورين وبيستخدموا بشكل كبير جدا. adapt adapt يتاقلم adapt adapt. ايا كنت مرحلتك انت في اعدادي او في ثانوي هتستفيد معانا. انا عايز اقول لكم ان في طلبه في كليه الطب حاليا ما بيقوليش ابعت لي حاجه انا راجع منها الثانويه العامه، ولكن بيقول لي ابعت لي الكورس اللي احنا كنا خدناه بتاع اي بي سي كورس ده كده عشان عايز اعمل ريفريش للانجليش. الكلام ده مش مبالغ فيه، الكلام ده حصل بالفعل. اد يضيف ادكت 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 مدمن. دي تلاقيها في ثالثه اعدادي تلاقيها في الثانوي ادكت. تعالى بقى الرابط الاي مع الاف هنقول اف اف افتر افتر بعد افتر اف اف افكت affect يؤثر affect يؤثر. تعالى الاي مع الجي. الاي مع الجي بقى ديت عايزك تركز عليها شويه، يعني الجي هي تركز على الجي. الجي تتنطق ج اغلب الوقت. طب تتنطق ج لو او ج لو جاء بعديها اي واحيانا الاي. فنقول كده مثلا agree agree عشان الجي بعدها ار. agree agree يعني يوافق. الكلمه اللي بعدها against vs ضد against versus against against. age عشان الاي اللي في الاخر. قول معايا تاني age age عمر. بعد كده agent agent عميل او وكيل. الايجنت يعني العميل الفلاني او الوكيل الايه بتاع الحاجه. الايه مع الايه اللي بقى ده اللي انا بقصده بالتفاعل. ما تقولش ال قول all. الاي مع ال هتتنطق او. اي كلمه فيها اي ال يبقى الاي هتتنطق او زي الكلمه دي always always دائما always دائما. also also ايضا. all ها all كل او جميع. خش بقى الكلمه walk talk